ورجعنا مره تانيه لحضراتكم بعد الاستراحه. بصوا الرقاق انا سبت شويه كده كمين وقطعت واحد لانه لسه سخن، عايز يعني يتماسك شويه زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو. وهنا كباب الحله سايبينه بقى ياخد، بصوا الميه بتاعته بقت جميله ازاي. على فكره نقدر ناخد شويه، انا هعمل شويه من البصل والصوص ده هضربهم في الخلاط عشان اخليه الصوص يبقى ناعم وبني وحلو، مش هنحتاج يعني ايه نعمل حاجات كتير. بصوا كده الريحه بتاعته بصراحه حلوه قوي. لحمه كمان مش هتاخد وقت طبعا، على حسب نوعيه اللحم اللي حضراتكم يعني مستخدمينها. طيب هنبدا بقى، انا ممكن اقدم ده هناك ده، وناخد معانا ام جوزيف. يا اهلا وسهلا. صباح العسل. صباح الفل عليكي حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا قلب، عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير طول ما انت بخير. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. الكباب الحلو انت عاملاه جميل. تسلم يا حبيبه قلبي. طبعا ما انت جميله النهارده ومنوره يا قلب، ربنا يحميكي يا رب. الله يخليكي حبيبه قلبي، تسلمين يا ام جوزيف. بص ليا سؤال. ايه؟ أمور. بص هو سؤال وببعت تهنئه لاسلام، بقول كل سنه وهو طيب، يا رب عقبال 100 سنه يا رب. امين يا رب. تسلمين. انا جبت بطيخه وطلعت ماسخه، يا شوف عظيمه. اعمليها بقى يلا ايس كريم. قولي لي طيب، قولي لي انا مش عارفه اعمل لها ايه. خشي على العصير او الايس كريم على طول. اولا بصي يا ريت، لا لو ايس كريم انا بحب الايس كريم طيب. احسن من العصير. خدي القلب بتاعها كله واضربيه في الخلاط وسيبيهم يسقعوا في الفريزر شويه، بس بعد ما تصفيها من البذر يعني، نضرب في الخلاط ونصفي خلاص. وبعدين حطيها في الفريزر تبقى ايه مجمده، وبعدين هنضيف عليها كريم شانتيه باودر. ولو عندك شويه كريمه ماشي، ما عندكيش مش مهم خلاص. واضرب سكر ولا حاجه يعني؟ ولا ما هو كريم شانتيه فيه سكر. لو انت هتستخدمي كريم شانتيه خام اللي هو بدون سكر، حطي ممكن ربع كوبايه سكر بودره. ماشي. بس واضربيهم بقى مع بعض كلهم، هو متلج كده بعد يعني ما يبقى متلج. وبعدين حطيهم في علبه وحطيهم في الفريزر تاني، وكلي بقى احلى ايس كريم بطيخ. ربنا يخليك. عايزه تدعمي اللون ادعميه بنقطه الوان. لا هي حمرا، هي حمرا بس ملهاش طعم يا شيخه عظيمه. ولو عايزه تعمليها عصير اعمليها، بس لازم تضيفي على العصير شويه ليمون، هتلاقيها خدت اللون كده برضه، بيبقى جميل ومنعش. بالهنا والشفا حبيبتي. صحه وهنا. صحه وهنا يا ام جوزيف، صحه وهنا على قلبك. هنبدا بقى نحكي على مقادير الكيك. تعالوا بقى كده ايه نشوف، ننزل مع بعض مقادير كيك سهل وبسيط. وده الرقاق اهو بعد ما طلعناه اللي كان معانا. وايه تسلم ايدك يا ابو حميد. احمد رشاد بجد بوجه لك تحيه، بوجه تحيه لكل اللي في الكنترول مخرجنا. والواد عاصم نزل رجله وراح باصص لي كده وقال لي ايه يعني منتبه مستنيه اقول اسمه، يعني انا لسه مش قايله لك عيد ميلادك سعيد. طيب بشكر رانيا بروديوسر البرنامج، بشكر هديه بروديوسر القناه، بشكر مخرجنا اللي موجود، وطبعا المصورين اللي كلهم موجودين معانا، واحمد وميشو حبايبي بجد لصوت يعني ناس جميله، ومحمود مصور، وتحيه لكل اهل بورسعيد. مين انا معرفش عارفه الاسم، ولمبي طبعا مفتقدين، وطبعا حبيبتي ندى حبيبه قلبي، وشيماء اللي مطلعه عينيا الاثنين عشان مامتها تسمع وتعرف. ماشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل كيكه بسيطه جدا. بس بصوا انا هستخدم الكومبوت واستخدم كمان ميته. حضراتكم لما تيجوا تعملوا حاجه فيها شربات، مثلا هنعمل مقرمشات، لقمه القاضي، انا ساعات باخد الشربات ده مش بس بستخدمه في الكيك والحاجات، لا باخده كمان احطه ساعات على مكان الشربات او السيرم، السيرب اسفه بتاع الكنافه او بتاع البسبوسه، بيدي طعم وتيست حلو قوي. فانا النهارده هستخدم شويه من الصوص ده او من عصير الكومبوت ده، وهستخدم الكومبوت الخوخ. طبعا تقدروا تستخدموا اي كومبوت تاني. طيب دي مربى بيتي، فاكرين لما عملنا مربات؟ دي مربى مشمش في البيت بيتي. بصوا ضربناها بقى بيوري بقت كده، شايفين؟ شايفين القوام مختلف ازاي؟ المربى البيتي دي احلى حاجه في الدنيا يا جماعه، وشايفين لونها هو غامق كده لان هي مشمش حقيقي. ودي بقى لها كتير من وقت ما عملناها، مش هديك حته. طعم المشمش حاجه تانيه خالص، وسكرها ما هواش كتير، نقدر نستخدمها بقى في الكب كيكس، نحطها جوه كيك، حاجه بنسب بسيطه يعني، نستغلها بقى ان احنا نعمل بيها سابليهات، بسكوتات، تارتات، حاجات جميله وبتقعد وقت. ودي معموله بعصير الليمون ومش محطوط فيها ملح ليمون ولا حاجه، وبتعيش والله بتقعد، المهم استخدامها يبقى صح. طيب انا بقى ايه هاخد كده اول حاجه نزل مقاديرنا. عندي الكيك او الكيك اللي شبه التارت ده، ممكن نعمله في قوالب التارت يبقى جميل قوي، ممكن نعمله في قالب عادي. عندي بيضه واحده، عندي نص كوبايه من السكر، فانيليا،
كوبايه الا ربع من الزيت النباتي، نص كوبايه من الزبادي، كوبايه الا ربع من عصير البرتقال او من العصير اي كومبوت او اي عصير حضراتكم تحبوه، او ممكن مكانها نص كوبايه من اللبن او الميه مش فارقه، كوبايه ونص من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح، شرايح خوخ او اي نوع فاكهه حضراتكم تفضلوه، وللتزيين هحط مربى مشمش وكمان شرايح لوز. طيب هناخد كده البوله بتاعتي الكبيره، هاخد اول حاجه هكسرها هنا عشان اطمن انها سليمه. بسم الله. البيضه اهي معانا مدام منال من الجيزه، يا اهلا وسهلا. يا صباح الفل. صباح الفل على عيونك. اجمل صباح والله العظيم. حبيبه قلبي، ازاي حضرتك عامله ايه؟ جدا على الرقاق الطري، وفعلا سهل جدا جدا. بسيط والله، وهتعمليه من ايديك يبقى احلى كمان، ربنا يخليكي. عايزه اشكرك كمان بقى، يعني بصي شكر جامد جدا. ايوه. على انت فعلا طبقتي المثل اللي بيقول لك احنا بنعمل من الفسيخ شربات. ايه قولي لي بقى؟ بالنسبه للمربى، مربى البتنجان اسكتي، عملت فيهم مقلب بقى والله العظيم ما حد عرفها خالص يا شيف عظيم. طب انا والله دي شهاده اعتز بيها والله. والله العظيم بصي، يعني انا في الاخر بعد ما كلوها فبيقولوا لي ايه هي دي مربى ايه؟ قلت لهم هي فواكه مشكله كده يا حبيبي، بس يعني حاطه فيها بلح. قالوا لي احنا حاسين البلح، انت جبت البلح منين؟ يا حبيبه قلبي بالهنا والشفا. بعد ما كلوها وخلصوا تمام بقى يا شيف عظيم. يا حبيبه قلبي، قلت لهم ده باذنجان. يا نهار ابيض، باذنجان؟ باذنجان ايه؟ هو انت عملت باذنجان المخلل عملتيه؟ قلت لهم والله العظيم. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الحلقه بقى يا حبيبه قلبي، صحه وهنا. قولي ايه الشيف عظيمه طبقت فعلا المثل اللي أيوه؟ بيقول لك احنا عملنا من الفسيخ شربات. صح، قعدنا نضحك ضحك والله. النهارده كنا جايبين في سيرتك الصبح يا حبيبتي والله. بيقول لي ايه اكيد هتقعدي تتفرجي على الشيف عظيمه، شوفي بقى النهارده هتعمل ايه. يا حبيبه قلبي تسلمي لي، تحيه ليه والله. ولاسرتك كلها بجد، يعني حلقه المربى دي كانت فعلا يعني قنبله. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب، والله كلك ذوق يا مدام منال. شكرا حقيقة، شكرا لثقتك الغاليه. يعني والله يعني وكمان اقتصاديه جدا. حبيبتي تسلمي لي، بس انت تأمري والله. سعيده طبعا بمكالمه حضرتك، وتحيه لاسرتك جميعا ولاولادك ولزوجك. شكرا جزيلا والله. انا لو اقول لكم الرياكشن بتاع محمد اللي معانا، الولد بقول له ايه؟ بيقول يا شيف بس المانجا دي يعني ناشفه كده، ناشفه قوي يعني، لازم تطرى شويه عشان نعمل بيها، هو فاكرها هنشتغلها حلو. قلت له يا محمد المانجا دي، قال لي انا قلت احطها في الميكرويف. قلت له لا اوعى تعمل كده. قال لي ليه؟ قلت له احنا هنعملها مخلل. فالولد اتصدم، قال لي مخلل؟ طيب سكت يعني مش قادر يقول حاجه قدامي. وبعد شويه يا محمد لازم نقشر البتنجان ده كويس عشان احنا هنعمل من البتنجان ده مربى. قال لي هنعمل من البتنجان مربى، ومن المانجا هنعمل منها مخلل. قلت له ايوه يا محمد. انا سبته اللحظه اللي هو ادى الرياكشن ده، كلنا كنا واقعين على الارض من الضحك، لانه كان طبيعي جدا، هو فعلا بجد مش مصدق. بس بقى ما شاء الله الناس اللي ضاقت. ما تقولي لنا حاجه يا ندى، انت اللي خدتي مربى البتنجان يا ندى. بيقولوا لي حلوه والله حبايبي والله، تسلميني. طيب بصوا بقى، انا عايزه اقول انا عملت ايه. طبعا اما حبايبي بيتصلوا بيا ببقى سعيده بالمكالمه جدا. طيب انا حطيت البيضه وحطيت معاها الفانيليا، حطيت نص كوبايه السكر، ضربتهم كويس قوي 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 مع بعض لما افتح لونها قوي قوي زي ما حضراتكم شفتوا. وبعدين نزلت بالزبادي، قلبته كويس جدا، وبعدين نزلت بيه نص كوبايه او كوبايه الا ربع من الزيت النباتي اللي حضراتكم ايه شفتوني حطيته. دلوقتي بقى هجيب الدقيق على بيكنج باودر كده، ورشه الملح كده، ده اللي هو ايه يا حبيبي. طبعا البيض ده عايزه اقول لكم بديل بروتين عالي، يعني ممكن احنا في حاجات كده ايه في الفطار او مع السلطه او الناس اللي بتعمل دايت، مهم قوي موضوع البيض ده لانه مفيد جدا، كالسيوم وللعظم وبيحسن الذاكره، بيحسن كمان الرؤيه في العين. وعايزه اقول لكم في اكتر من فيتامين، وعايزه اقول لكم كمان انه بيتعمل بيه ماسكات حلوه قوي قوي للبشره. الناس اللي بشرتها جافه بتحط البياض، الناس اللي بشرتها دهنيه بتحط الصفار، الناس اللي بشرتها عاديه بتحط بيضه كامله، وبيحطوا معاه معلقه بن. بيعملوه في السودان ماسك حلو قوي على الوش بس حوالين العين ما تجوش ناحيتها، وبعدين بيفركوه بيبقى زي السكراب كده وبيبيض وبيبقى جميل، وبعدها يعملوا بقى ميه ورد ساقعه بيبقى رائع. طبعا الزبادي هايل للجسم وللبشره، وكمان البكتيريا اللي فيه. بصوا بقى اي حاجه فيها كالسيوم، فيها يعني تقويم كده للعظام والاسنان والحاجات اللي احنا محتاجينها.
كمان محصن للهضم جدا الزبادي. تعالوا بقى، تعالوا بقى كده، يا سلام يا سلام. ماشي يا سيدي، بصوا بقى، انا هاخد كده شويه. انا الحقيقه مش عاملاها كيك عاليه، يعني هي مش عاليه ككيك، هاخد يعني شويه كده. هاخد بقى ايه، ممكن اخد مسحه كده من الزيت النباتي بس، بسم الله. واللي عايز يضاعف المقدار ويخليها اعلى مفيش مشكله، نعمل بيضتين ونعمل مثلا بدل كوبايه ونص 3 كوبايات دقيق، ماشي، بس اقسموها برضو على 2، هتبقى لطيفه جدا. بصوا بقى، هاخد الخليط ده، ليه بقى انا قلت تارت؟ لان هي ما بتبقاش عاليه قوي زي خليط الكيك المتعارف عليه، بس بتبقى جميله بصراحه. يعني كل ما نحس ان احنا مش عايزين ناكل حلو كتير، اعملوه، قننوا الكميات، هتلاقوا نفسكم ايه القطع اللي بقينا ناكلها او الكميه ما بقتش كبيره وبقت احسن. طيب هاخد كده، ومعانا زينه حبيبه قلبي. ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ يروح قلبي، انت وحشتيني قوي. وحضرتك كمان، انا كان نفسي اسالك سؤال. يجري الان تسجيل هذه المكالمه. الو، لقد انتهى تسجيل المكالمه الان. يا ليه كده؟ حاولي كلميني تاني يا دودي، انت وحشتيني، انت نورتي قناه الاهلي والله يا زينه، نورتينا بصراحه. بصوا كده، شايفين بقى كده؟ بصوا بقى، الخوخ ده اساسا رائع للجهاز الهضمي ورائع للانيميا ومهم للبرد. عايزه اقول لكم في شويه نسبه حديد حلوه جدا. تعالوا بقى ناخد كده، بصوا بقى، انا هاخد كده، هعمل كده، ممكن نعملها كده ورا بعض، وندخلها بقى حراره 180. بسم الله كده. وتقدروا تعملوا الخوخ ده كومبوت بقى، اعملوه. احنا قلنا الطرق الاساسيه بتاعت اساس اي كومبوت، الميه بتاعت الكومبوت او السيرب بتاعه ده ما ترموهوش خالص اهو. هقول لكم رائع كده، شرايح لطيفه في الكيك. ماشي، انا ممكن احط كمان شريحتين كده هنا، واحده واحده. تعالوا بقى ندخلها الفرن على حراره 180، هتاخد لها حوالي ربع ساعه، هي مش عاليه قوي، مش كبيره قوي، ضخمه يعني. بسم الله اهو، ونوري برضو حضراتكم حاضر اهو اهو اهو. وتعالوا بقى نشوف ايه بيطلع. بصوا، ما تشغلوش شوايه، هنبقى فرن ومروحه علشان تطلع مظبوطه. وخليني انا كمان اشغل فرن ومروحه اهو. طيب، وهنقفل بقى وناخد مدام ميرفت من القاهره. يا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي مدام، منوره والله حضرتك. يا رب سعيدك يا فندم، تسلمي. ازاي حضرتك؟ انا بخير حبيبتي، اهلا بيكي. ممكن اسال سؤال بره شويه؟ اتفضلي يا حبيبه عمري، اتفضلي. اول حاجه، كل اللي بيتفرجوا علينا يدعوا للاهلي ربنا ينصره ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. تاني حاجه بقى، كنت عايزه اقول يا رب يا رب يا حبيبتي، يا رب ربنا ينصره في كل الالعاب يا أمين رب. امين امين يا رب. بقول لحضرتك دلوقتي، انا لما باجي معلش بره الحاجات الجميله، نشكر حضرتك قوي على الحاجات الحلوه اللي بتعمليها. تسلمي يا مدام ميرفت، قولي يا حبيبتي. فدلوقتي كنت عايزه اسال حضرتك، ليه لما باجي اعمل خيار مخلل ساعات بيحمض ويعمل ريم وحاجات كده؟ حلو، فعايزه حضرتك تعرفيني حاجه كده. عينيا عينيا. طيب، الخيار المخلل عينيا ليكي، عينيا عينيا ليكي مدام ميرفت. انا هقول لحضرتك بعد ما تقفلي اسمعيني، هقول لك على كذا حاجه ملحوظه مهمه قوي. تسلمي لي، وشكرا لمداخله حضرتك ولدعوتك الجميله للنادي الاهلي، شكرا ليك وكل متابعين قناه الاهلي في كل مكان. طيب بصوا، الكباب الحله، ايوه، بصوا بقى، البصل بقى يخس، بيخس خالص وبيبقى عامل ازاي، واللون الكباب الحله بقى جميل ازاي. في ناس تحب تتخن الصوص ده، انا بصراحه ما بحبش، انا بحط بطاطاية مكعبات ساعات وايه وشويه رز كده ويبقى رائع جدا. مدام ميرفت،
احنا الخيار مهم، اهم حاجه بنغسله ونشفه كويس. وبعدين البرطمان اللي هنعمل فيه لازم يكون برطمان معقم وكويس جدا هو والغطا بتاعه. ابسط طريقه يعني ان انت تعقمي، تحطي شويه خل وتقفلي البرطمان بالغطا وترجيه حتى الغطا كمان يتعقم، وبعدين تنزلي منه الخليط ده عشان تبقى على الاقل دي اقل تعقيم فيه. طيب الخيار يعمل ريم في حاله واحده، اولا لو الملح بتاعه قليل يعمل ريم، ثانيا لو استخدمنا معلقه وحطينا ايدينا فيه عشان نجيبه هيعمل ريم، فعشان كده لازم ما نلمسوش. والاداه اللي هنستخدمها واحنا بنجيب المخلل لازم تكون جافه تماما، ما فيهاش نقطه ميه، مش هجيب معلقه واقول لسه شطفها واخد منها، لا ما ينفعش، يعمل ريم فورا. وبعدين احنا بنحط له معلقه سكر تساعد على القماشه وماده حافظه برده، لكن مهم قوي ان احنا نخلي بالنا من موضوع ان هو ما يعملش ريم بسبب ان احنا بناخد من البرطمان او ناكل مخلل ونرجع اللي كان في الطبق تاني للبرطمان، ده مش كويس برضو. يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتسبب ايه فساد المخللات، دي مهمة قوي. حتى المربطة على فكرة بنتعامل معها بنفس الطريقة، مهمة جدا. ليه؟ علشان برضو ما تفسدش وتعفن، دي مهمة. وبعدين احنا طبعا لازم نغطي البرطمان، تخلي المية اولا اهم حاجة، اغلي مية وسيبيها لما تبرد تماما. لازم المخلل يتعمل بمية معقمة، يعني ما ينفعش اخد مية من حنفية واحط عليه، لا اغلي المية في الكاتل واسيبها لما تبرد تماما وبعدين استخدمها، هي كده مية معقمة. دي حاجة لازم اغطي وش البرطمان، ما سيبش فيه حتة يعني باينه، لازم يتغطس كله تحت، واقفل بكيس او بكلينفل واقفل الغطا كويس عشان ما يدخلوش اي هواء ولا اي حاجه تفسده برده. دي اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان الايه المخلل بتاعنا يبقى جميل. وتكليب الف صحه وهنا على قلبك. طيب هاخد بقى ادور على لوش كده. حلو، احنا شفنا الكيك اخباره ايه، يعني استعرضنا الكيك ولا لسه عشان نشوف شكل الخوخ وهو سليم. مخرجنا بعد اذنك استاذ شوارب ربنا يبارك فيك. هنشوف الكيك، هو مش عالي بس بصوا علوه برضو مقبول ازاي، جميل ازاي. انا مسحت الجناب دي بمربة مشمش اللي وريتها لحضراتكم دلوقتي، وحطيت شرايح لوز كده جميلة، وفي النص ده الحشو اللي احنا حطيناه، مش حاطين اي حاجة غير شرايح الخوخ. ولو عايزين تخفوا الخليط تحطوا له نص كوبايه من السيرب بتاع اللي هو الكومبوت، مفيش اي مشكله خالص، حاجه ترجع لحضراتكم. انا بس عشان اكتفيت ان نسبه السكر تبقى قليله نص كوبايه، ونبقى ما استخدمناش سكر كتير، ما استخدمناش غير بيضه واحده، عملنا كيك لطيف من بضايه كوبايه ونص من الدقيق، يعني مقادير بسيطه متوفره وتاكلوا منها حاجه جميله. انا الحقيقه بصوا هصب بقى الايه الكباب الحله ده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عود القرفه ده بيعمل جو رائع رائع الحقيقه، ورق اللورة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده، الله، بصوا بقى الله، الحقيقه جميل جدا. البصل ده مفيد جدا، عايز اقول لكم في ناس كانت تسلق البصل القورمه او البصل العادي وتعمل منه شوربه كده، تاكلها شوربه من غير ملح من غير حاجه، بس فيها منكهات، يعني فيها ورق لورا، فيها فصين حبهان، يقول لك معالج للاكتئاب وينقي الدم جدا من الشوائب. فالبصل جميل جدا ومسلوق كمان مفيد، فكنا ان احنا ناكل وصفه جميله فيها نسبه بصل حلوه مفيش مشكله. بصوا ده الكباب الحله، بصوا بقى الصوص بتاعه عامل ازاي. في ناس تحب تقل الصوص ده مثلا بمعلقه دقيق، انا بصراحه ما بحبش، بسيبه كده بيبقى جميل. شايفين لونه ازاي، لون اللحمه الطبيعي، ما محتاجناش نعمل حاجه، البصل بس وصلنا لمرحله انه اتكرمل بس في درجه حراره الايه الحله اللي احنا ضفناه فيها علشان كده طلع نسبه السكر الموجوده فيه. واتفقنا ان البصل الابيض دايما للطهي، يعني دايما للايه اللي احنا نحطه على النار، البصل الاحمر اكتر للسلطات. وناخد فراوله من اسكندريه. يا فراوله اهلا، يا فراولتي، يا زوزتي، يا اهلا 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 يا روح قلبي. انت عامله ايه يا زوزو؟ انا عامله ايه، انا عامله كباب حله النهارده ورقاق طري. بألف هنا وكده، بتبعتي لي طيب رقاق طري؟ يا نهار، من عندي قبل العندي. عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله، وحشتيني يا فراولتي. وانت اكتر والله. بقول لك انا عايزه ابعت تهنئه. ابعتي فورا.
ابن اختي. ايوه اسمه ايه؟ حماده مسعد. حماده مسعد امبارح ما شاء الله. تهنيه على الهوا. انا بهنيك يا حماده يا مسعد، يعني الف الف مبروك وتهنيه كلها ليك من مهارات عظيمه عشان خاطر عيونك. الله يبارك فيك وعقبال ما تستعد اولادك. امين يا روح قلبي، تسلميلي. امين وكل السامعين يا رب العالمين. الله يخليكي وتسلم ايدك يا زوز. حبيبتي تسلميلي فراولتي، نورتيني وشرفتيني. الله يخليكي يا زوز. تسلميلي يا حبيبتي يعني. في حفظ الله يا فراولتي، وتحيه لكل اهل اسكندريه والفراوله ولكل اصحابها، كمان حاجه هدى في بورسعيد. ما بنساش كل حبايبي والله، تحيه لحضراتكم طبعا، وبشكركم جدا على التواصل، وشكرا جزيلا على الاهتمام.